حبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا دين نصير رحمة في العالمين. الله العزيز، اسم الله العزيز، والله لو استشعرت هذا الاسم وعشت به تسعد سعادة ما بعدها سعادة، وتكون قويا في حياتك قوة ما بعدها قوة. ومن أحب أنا شخصيا من أحب الأدعية لما حد يدعي لي يقول لي الله يعزك، ولما أحب أدعي لحد أقول له الله يعزك. العزة اسم الله العزيز، اسم الله العزيز. هنعيش الحلقة كلها مع اسم الله العزيز. اسم الله العزيز له أربع معاني، له أربع معاني. احنا هنقسم الحلقة نصين، الفاصل في النص، نص قبل ونص بعد. النص الأولاني هناخد تلات معاني، يعني أنا بس بشرح لك بحاجة الحلقة مقدمة، وبعدين شرح التلات معاني، وبعدين أثار التلات معاني دول في الكون في حياتنا، وبعدين نطلع بالهدف. عايزين إيه من التلات معاني؟ المفروض كيف نحيا باسمك نحيا، كيف نحيا بهذه التلات معاني في حياتنا، ماشي؟ وبعدين نيجي في النص الثاني من الحلقة نشرح المعنى الرابع لاسم الله العزيز، وهو معنى مهم قوي 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 قوي، ونشوف أثره إيه وكيف نعيش به. فاهمين؟ يبقى هنعيش ثلاث معاني في النص الأول ومعنى في النص الثاني، وبعدين إزاي نعيش به. نبدأ بالمقدمة. المقدمة أصغر مقدمة من ساعة ما ابتدينا الحلقات. المقدمة سؤال 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 أنا بسأله لك. السؤال ده مدته نص ثانية. إيه السؤال ده؟ وهو ده محور الحلقة، وكل الحلقة بتدور حواليه. ولو فكرت في السؤال ده يمكن ما تعرفش تنام النهاردة بالليل لغاية ما تجاوب. السؤال هو: هل أنت عبد العزيز؟ أنت حاسس أنك عبد العزيز؟ أنا عارف أن أنت اسمك مش عبد العزيز، ممكن يكون اسمك أحمد أو محمد. هل أنت عبد العزيز؟ هل أنت مستشعر؟ هل يملأ إحساسك أنا عبد العزيز؟ حاسسها؟ فهمها؟ هو ده سؤال النهاردة، وهي دي حلقة النهاردة. هل أنت عبد العزيز؟ هل أنت فخور؟ هل أنت فخورة؟ أنا عبد العزيز. تعالوا نعيش مع المعنى دون، وتعالوا نبدأ الأول نقول معنى اسم الله العزيز. عندنا في النص الأولاني من الحلقة ثلاث معاني. اسم العزيز اللغة لها معاني كثيرة. العزيز في اللغة المعنى الأولاني الذي لا ند له، لا ند له، ليس كمثله شيء. يقول العرب اختصاص عزيز، مش موجود. يقولون خبرة عزيزة، مش كده؟ مش موجودة. يقولون هذا الموضوع عزيز المنال، ولله المثل الأعلى. الله العزيز لا ند له، لا شريك له، لا مثيل، ليس كمثله شيء. طيب، ده المعنى الأولاني. المعنى الثاني العزيز الغالب الذي لا يغلب. اهو احنا بنتكلم عن الله يا اخوانا، احنا بنتكلم على انت عبد مين. اسمع، انت عبد مين وافرح واجلد واستشعر الفخ. انت عبد العزيز، يا بختك يا بختك يا عم، انت عبد العزيز الغالب الذي لا يغلب. انت ممكن تتغلب، تغلب في حاجات كتير، تغلب في انا وانت، انت خبرتك اكتر من خبرتي، تغلبني في 10 حاجات، لكن انا في حتة متميز عنك فيها، فرغم ان انت متميز عني في 10 حاجات اغلبك في واحدة. انت مش عزيز في كل حاجة، فاهمين؟ لانك عندك حتة بتتغلب فيها. الانسان اذا غلب لا يسمى عزيزا، يسمى ايه؟ واحد دخل معركة وهزم فيها، لا يسمى عزيزا، يسمى ذليلا، هزم في المعركة. قائد في معركة ممكن يغلب مرة ويبقى قائد عظيم ويكسب 10 معارك ويتهزم في آخر واحدة، أذل في الواحدة دي، مش كده؟ هو كسب 10 صح، بس هو أذل في دي، فهو ليس عزيز، ما اكتملتش هذا. أما الله العزيز الذي لا يغلب أبدا، لا يمكن، لا يمكن يغلب في كونه أبدا، لا يغلب، يغلب في شيء أبدا. يعني أنا بقول هذه الكلمات يا أخوان، أنا عارف إنك عارفها، أنا عايز أنتقل من الكلمات إلى الإحساس. أنا أريد أن أنتقل معك من اللفظ إلى المعنى إلى الإحساس، إنك تعيش أنا عبد العزيز، فتمشي كده لمؤاخذة ملوي هدومك، ده أنا عبد العزيز.
هل أنت عبد العزيز؟ هل أنت حاسس إنك عبد العزيز؟ هتعرف تنام النهارده قبل ما تجاوب على السؤال ده؟ العزيز الغالب الذي لا يغلب. اسمع الآية الرائعة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون للأسف. شوف الآية خطيرة إزاي، والله غالب على أمره، الله لا يغلب على أمره أبدا، لا يغلب. ده يقين يا أخوانا، دي عقيدة المسلم. إذا كنت عبد العزيز فاعلم أنه لا يغلب أبدا. يعز الأمة المسكينة لأنه عزيز. ليس لنا إلا العزيز، هذا الاسم لابد أن نحيا به، باسمك نحيا يا عزيز. يبقى العزيز الذي لا ند له، العزيز الذي الغالب الذي لا يغلب، والله غالب على أمره ولكن للأسف ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ده المعنى الثاني للعزيز. هنقول شرح الثلاث معاني وبعدين نعيش بقى معاهم في الكون. المعنى الثالث للعزيز، العزيز الذي يعززك ويمدك بالقوة ليعزك، يعززك ليعزك، فاهمين؟ العزيز يقول لك، فاكرين الآية بتاعت سورة ياسين؟ إذ أرسلنا إليهم اثنين، قرية مش مؤمنة فربنا بعت لها نبيين، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، مين حافظ؟ كله حافظ ما شاء الله. فعززنا بثالث، عززناهم لنقويهم لنعزهم، فبقى تعزيزهم بالثالث عزة من العزيز. يقول لك في القوات المسلحة في الجيش، يقول لك تعزيز القوات على الجبهة، صح ولا مش كده؟ يعني ايه تعزيز القوات على الجبهة؟ يقول لك امدادهم بالامدادات، ارسال الامدادات لتقويتهم لينتصروا. وصلت؟ يبقى العزيز الذي يعززك بالامدادات بمدد من عنده، يعززك ليعزك. انت انا بص يا اخوانا، الحلقة دي لو ما طلعتش منها ماشي كده فخوخ، فرحان قوي، انا عبد العزيز، انا ما بخافش من الدنيا باللي عليها. هل انت عبد العزيز؟ هل انت عبد العزيز؟ هل كنت قبل الحلقة دي عبد العزيز؟ هل انت الان في وسط ما انا بتكلم هذه الكلمات مستشعر العزيز؟ هل هتخرج من الحلقة دي عبد العزيز؟ ثلاث معاني للعزيز لا ند له، الغالب الذي لا يغلب، الذي يعززك ويمدك بالامدادات ليقويك. عايز ايه اكتر من كده؟ ده بس، ده احنا لسه بنشرح الكلمات، احنا لسه ما دخلناش في المعنى، ندخل بقى في التفاصيل. خلي بالكوا يا اخوانا، العزيز جاء في القران، اسم الله العزيز جاء في القران اكتر من 95 مره او ما يقرب من هذا. الاسم جاء كثير جدا في القران لانه هتقوم عليه اخلاق الامه. الناس اللي بتطوف دي عزيزة، عارفة اسم الله العزيز. كلنا عرفنا الله التواب، وكلنا عرفنا الله الرزاق، وكلنا عرفنا الله الغفور، وكلنا عرفنا الله الخالق. مين فينا عرف الله العزيز؟ مين بيتعبد لله باسمه العزيز؟ مين بيروح له يقول له يا رب عزني؟ مين؟ هل أنت عبد العزيز؟ السؤال اللي هفضل ماشي معاك وعمال أسألك وبسألك وبقول لك أرجوك هز نفسك من جوه، أنا كأني ماسكك من هدومك كده وعمال أقول لك رب العزة سبحانه وتعالى، هل أنت عبد العزيز؟ يا أخي فكر واسأل نفسك واسترجع حياتك ومواقفك ساعة الشدة. هل أنت عبد العزيز؟ هل راضي عن تصرفاتك للأمة وهي في حالها اللي كلنا عارفينه الآن؟ هل أنت راضي؟ هل بتعمل حاجة؟ هل أنت عبد العزيز؟ طيب خلي بالكوا، اسم الله العزيز جاء مع أربع أسماء، احنا لسه بنشرح المعنى. إيه الأسماء؟ يعني أكتر أسماء جاء معها اسم الله العزيز، هو جه ما يقرب زي ما بقولك من 95 مرة. أكتر اسم جه معاه الحكيم 47 مرة، وبعدين الرحيم 14 مرة، وبعدين القوي، وبعدين العليم. أكتر أربع أسماء. ولو عرفت المعنى اشمعنى الأربع أسماء دول تذوب شوقا وحبا للعزيز سبحانه وتعالى. العزيز يأتي معها الرحيم لأنه عزيز لكن برحمة سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، أنت ممكن تكون إنسان عزيز قوي فتبقى قاسي،
فتبقى غليظ من كتر ما العزة واخداك تبقى قاسي. لكن الله سبحانه وتعالى عزيز رحيم، فهو عزيز ورحيم. عزيز حكيم، فهو عزيز بحكمة. خلي بالك، انت ممكن تكون انسان ولله المثل الاعلى عزيز قوي فيبقى متهور، مش كده؟ من كتر العزة يروح يعمل عنف ويبوظ. الله سبحانه وتعالى عزيز حكيم، فكل تصرفاته حكمة، عزيز بحكمة سبحانه وتعالى. وبعدين عزيز عليم وقوي عزيز، يعني يأتي مع اسم القوي ويأتي مع اسم العليم، لأن هذه العزة منه سبحانه وتعالى قائمة على علم وعلى قوة. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. هذه العزة من قوة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. فهمت يا أخوانا؟ شوفوا الأسماء. يبقى تاني معنى العزيز إيه؟ معنى العزيز الذي لا ند له. معنى العزيز إيه؟ ها؟ الغالب الذي لا يغلب، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. معنى العزيز إيه؟ يعززك ويقويك، يعززك بالإمدادات من عنده ليعزك. طيب ده المعنى؟ تيجوا نمشي في الكون، تيجوا نشاهد الكون ونقرأ القرآن لنرى العزيز. يمكن قلوبنا تجمد كده ونرفع رصنا كده ونبقى حاجة عظيمة والأمة مين عارف، مش يمكن الحلقة دي يتلقفها الناس ويتلقفها الأمة. فربنا ببركة هذا المكان وبعظمة هذا الاسم يتجلى على الأمة المقهورة فيعزها. أنا بقول الحلقة دي والله من أعماقي، ربنا يعزنا يعزنا. استشعروا الاسم يا أخوانا، يمكن نروح وننام بيه يتجلى الله تبارك وتعالى على الناس اللي هتعيش الحلقة دي، يستيقظوا من نومهم بكرة أعزاء وتتعز الأمة. وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بصعب. صعب عزيز على الله سبحانه وتعالى ان هو نصحى غدا نجد الامه انتشرت فيها العزه. استبشروا بالحلقه دي يا اخوان، ان شاء الله يا رب عزه، ان شاء الله للامه كلها ولكل واحد فينا على حال، ان شاء الله يكون لها عزه كبيره. تعالوا نمشي مع الكون. تعالوا نبدا بايه؟ نبدا بالكون. نبدا منين؟ نتفرج على الكون من فين؟ تعالوا نطلع فوق قوي، تعالوا نطلع للمجرات، نتفرج على المجرات، نتفرج على الكون كله. شوف العزيز سيفعل ماذا يفعل العزيز في الكون قبل ما ننزل للأرض كده ونتكلم علينا وكده. تعالوا نبص على الكون من فوق قوي. الكون ده ممسوك ازاي؟ في كم مجرة؟ بيقول لك عدد نجوم السماء كعدد رمال الصحراء. طب ازاي ما بيخبطوش في بعض؟ طب لو خبطوا بعض يحصل ايه؟ يا نهار ابيض. طب ازاي الشمس ما بتسحبش الارض؟ ده احنا لو اتسحبنا ملي ده احنا نموت منصهر. الله. طب ازاي الارض وهي بتدور ما بتبعدش عن الشمس وتجري في الفضاء الواسع وتنهار؟ ازاي؟ شفت العزيز؟ ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده. انتوا عارفين يا جماعه في حاجه اسمها قانون الجاذبيه. عارف زي ايه؟ عارف اللي مربط 60 حاجة بحبال؟ الكون ممسوك كده. والحبال دي ايه؟ حبال اسمها الجاذبية. الشمس شد الأرض فالأرض مش قادرة تجري عندها فممسوكة. طب ما هي ممكن الشمس بتجذبها تقوم الأرض رايحة فتبوظ الأرض. لا، ده الأرض بتتحرك عشان تقاوم جذب الشمس، فالارض مش قادره تجري لان الشمس بتجذبها، والارض ما بتقربش للشمس لان الارض بتتحرك. انت متخيل؟ طب والشمس في حاجه تانية ممكن تشدها فالشمس بتتحرك. فالشمس ما فيش حاجه تانية بتجذبها لان الشمس بتتحرك وفي نفس الوقت ثابته في مكانها لان في حاجه تانية بتشدها. فهمتوا فاهمين الموضوع ماشي ازاي؟ في حد مش فاهمه؟ تخيل الكون كله ممسوك كده. انا عايزك بس تقعد دقيقتين كده تتخيل لو العزيز سبحانه وتعالى ترك هذا الامر انهيار. سيدنا موسى في الأثر يسأل الله تبارك وتعالى: يا رب كيف لا تأخذك سنة ولا نوم؟ يعني أنا عايز أفهم مثل في الأثر. فقال له الله تبارك وتعالى: يا موسى امسك هاتين الزجاجتين وابقى طوال الليل وأنت ممسك بهما. امسك إزازتين وافضل واقف. فضل واقف طول الليل ماسك بالإزازتين. بعد ساعة بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات اتكسرت الإزازتين.
لو كانت تأخذني يا موسى سنة ولا نوم لم طبقت السماوات على الأرض. أديك أنت متخيل بقى الكل؟ تخيل الكل كله ممسوك كده، حاجات بتجذب حاجات وكل الكل بيتحرك عشان تفضل المسافات ثابتة. ده بيشده وده بيتحرك فتفضل المسافة ثابتة. إيه ده؟ إيه ده؟ وبتكلمني على بس شوية ناس في حتة اسمها الأرض مقهورين، فبيقولوا احنا مالنا، أصل أنا مضطر عشان أكل عيش أبقى مذلول. أنت بتتكلم في إيه؟ شايف المنظر اللي قدامك؟ شايف الكواكب؟ شايف الكون؟ شايف الكميات المهولة اللي قدامك دي؟ مين اللي ماسك هذا الكلام؟ مين اللي يدير هذا الأمر؟ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. شفت العزيز جاي من لأنها عزة قيمة على العلم. شايف العظمة؟ أديك مثل آخر يا إخوانا، معلش لو الكاميرا معايا كده. بصوا تخيل الشمس هنا والأرض هنا. الأرض دي تخيل إن الموبايل بتاعي ده الأرض، معلش. الأرض بتدور بتلف حوالين الشمس في مسار بيضاوي، يعني لو تخيلنا إن الأرض بتلف كده. فهي بتلف في مسار بيضاوي، لما تيجي هنا بقت قريبة من الشمس، لما تروح كده بعدت عن الشمس، صح؟ الأرض بتلف هنا، هنا قريبة، هنا بعدت. طب لما هي بقت قريبة ما ممكن الشمس تجذبها فننصهر ونموت. تقوم الأرض يحصل فيها حاجة عجيبة قوي، عارفين تعمل إيه؟ تزود سرعتها علشان تقلل جذب الشمس لما تقرب. أنت متخيل ده بيحصل كل يوم؟ طب الأرض بعدت عن الشمس، بقى كانت كده فزودت سرعتها، كانت كده لما بعدت عن الشمس دي ممكن الجاذبية تقل فتروح. تقوم الأرض تقلل حركتها عشان تفضل الشمس شدها. يعني أنا آسف في الكلمة، لو حضرتك راكب في عربية كتير قوي، تركب في عربية وتقول الجدع اللي بيسوق ده ما بيعرفش يسوق، يقوم داخل فيك مش عارف يسوق. ازاي يا ارض؟ هل الارض عاقله؟ هل الارض سيئه نفسها؟ ولله المثل الاعلى، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وبعدين بيقول لك والارض بتزود سرعتها او هي بتبطئ سرعتها، ما هي لو عملتها فجاه احنا ممكن كلنا نتقلب ونقع، فتزود سرعتها بالتدريج عشان احنا ما نحسش بالفرق، وتقلل سرعتها بالتدريج عشان احنا ما نحسش الفرق. شفت الكون؟ ايه رايك بقى؟ ازاي الملايين اللي عدد النجوم كعدد رمال الصحراء، ازاي ما فيش واحده بتخبط في الثانيه؟ عدد رمل الصحراء وكلها نيازك وممكن يحصل اختطام رهيب. من العزيز يا اخوانا؟ العزيز في الكون، شفته ولا لا؟ ممكن بعد الحلقه حضرتك تبص كده، تروح في حته ضلمه صحراء ولا حاجه، ولا تطفي النور في بيتكم بالليل وتبص على السماء وتبكي حبا للعزيز وتقول له يا عزيز في ملكك عز الأمة المسكينة، ستجد الجواب من قلبك يقول لك افعل شيء أولا، وستجد العزيز يعزك ويعز الأمة. العزيز. طيب ننزل من الكون، طلعنا شفنا المجرات، تيجي ننزل لمين؟ تيجي ننزل نروح لسيدنا إبراهيم. ايه سيدنا إبراهيم؟ ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. أنتوا عارفين؟ حد فاهم الآية معناها إيه يا جماعة؟ خذ أربعة من الطير، هات أربع طيور، اذبح، اقطع الرأس، خلي الرؤوس الأربعة عندك، وبعدين قطع 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 الأربع طيور، اخلط لي اللحم بالدم بالريش، حط منقار هنا، اخلط وقسمهم أربع أجزاء، هات لي ريش دون على عظم دون، وهات لي شوية من دم دون على مصارين دون، اخلط الأربعة، اخلط الأربعة، دخلهم في بعض أربع أجزاء، اطلع على أربع جبال، حط لي شوية هنا شوية هنا شوية هنا شوية هنا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا بسرعة. ليش ده يتكلم والأمعاء دي تيجي هنا والدم يجري هنا والقلب ده يدخل هنا ويتظبط كله هنا، تجري كل واحدة تيجي عند الرأس بتاعتها، تاخد الرأس بتاعتها تقف قدامك، واعلم أن الله عزيز حكيم. ها
هل أنت عبد العزيز؟ هل أنت فخور أنك عبد العزيز؟ هل ترفع رأسك وتقول أنا عبد العزيز؟ الحمد لله أن ربي العزيز، الحمد لله أن ملك العزيز، الحمد لله أن العزيز ما خلانيش ملك حد تاني. طيب نزلنا لسيدنا إبراهيم، تيجي ننزل أكتر، نروح فين؟ تيجي نروح للنبي صلى الله عليه وسلم، تيجي نشوف العزيز. أنا بس حوريك العزيز الغالب الذي لا يغلب. أنا فاكر، اوعى تنسوا المعاني، اكتبوهم عندكم يا اخوانا، اكتبوا الثلاث معاني عندكم، ده لسه المعنى الرابع مهم قوي. اكتبوا الثلاث معاني عندكم: الذي لا ند له، الغالب الذي لا يغلب، الذي يعززك ويقويك. تعال نشوف الثلاثة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هديك ثلاث أمثلة. المثل الأولاني غزوة بدر. غزوة بدر احنا 313، هم 1000، احنا معنا فرسين، هم معاهم 300 فرس بعددنا كلنا. احنا غير الفرسين بقيت ال 300 ماشيين على رجليهم، هم كلهم راكبين جمال. المعركه مش متوازيه. تخيل الجيشين دول داخلين على بعض. ها استكملت العده، عملنا اللي علينا، فاضل ايه؟ روحوا للعزيز. يلا يا رسول الله ادعي ادعي وادعي وادعي وادعي. استستغيثون ربكم. العزيز ماذا سيفعل العزيز؟ مش احنا قلنا العزيز الذي يعززك بالامدادات، مش كده؟ مش احنا قلنا كده؟ الامدادات ايه؟ بدر. خلي بالك، بص الايه الجميله دي جدا، عشان انت بقى بعد الايه دي حطيه فرحا. وما يعلم جنود ربك الا هو، مش كده؟ ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما. يعني ايه؟ يعزك بجنود لا تعلمها ولا تتخيلها، باهون الجنود، بحاجات انت ما تصدقهاش. انا حواجيك بس بدر، هضرب لك ثلاث امثلة عشان تعرف جنود ربنا، عشان انت ايها من تظن نفسك ضعيف، لو معك العزيز انت معك جنود السماوات والارض، ولله جنود السماوات والارض. ويختمها وكان الله ايه؟ عزيزا حكيما. طب ايه الجنود بتوع بدر؟ بص جنود بدر، اول جندي من جنود ربنا اللي هيعززك الامدادات، امدادات القوات المسلحة. فعززنا ايه؟ اول جندي من الجنود النوم. نوم ايه؟ احنا بنتكلم على معركة بدر. ايوه ايه يعني ايه النوم؟ اذ يغشيكم النعاس امانة منه. انتوا محتاجين تستريحوا قبل المعركة. عمرك سمعت على واحد داخل معركة قبل المعركة بثلاث ساعات كل الجيش ينام؟ يلا بقى استريحوا علشان تصحوا بنشاط. ايه ده؟ جندي غريب قوي. ناموا. احد الصحابة بيقول النبي كان موقفني للحراسة، انا بحرس المسلمين، يقول والله سقط السيف من يدي 7 مرات. كل شوية اقوم نايم فاستيقظ، فاجد الصحابة كلهم اسمع لهم غطيطا، كله نايم. اذ يغشيكم النعاس امنة منه. مش استكملت العدة؟ العزيز 300 ايه يا عم؟ و1000 ايه؟ فرسين ايه؟ و300 فرس ايه؟ ماشيين على رجليكوا ايه وهم راكبين ايه؟ العزيز يا اخوانا انتوا بتتكلموا في ايه؟ الامه دي امه محمد صلى الله عليه وسلم، امه عبد العزيز. انادوا كده وصحصحوا كده وافرحوا بربكم وما تنهضوش. الاسم ده كله امل، كله امل، كله امل. ايه مالنا كده ووطينا بقصنا ليه وشفنا ضعيفة ليه؟ ارفع راسك كده وابتسم، انا عبد العزيز، وافرح بنفسك وافرح بامتك. ها النوم، ناموا. اذ يغشيكم النعاس امنة منه. طيب ده اول جندي. طب الجندي التاني رؤية. اذ يريكهم الله في منامك قليلا. دول مش 1000 ولا حاجة، دول قليلين قوي. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. الجندي الثالث المطر. ولله جنود السماوات والأرض. إيه المطر؟ إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. أنت عارف اللي صاحي من اللي عنده شغلانة بكرة مهمة قوي فيقوم نايم ساعتين ويقوم صاحي واخد دش فيقوم نشيط كده، أو تخيل ده بقى حصل في أرض المعركة. يلا بقى كله، اللي عايز يتوضى واللي عايز يغتسل واللي عايز يعني شوية مطر ينزلوا كده. ها الجندي الرابع، كمية المطر مختلفة عند المؤمنين غير عند الكفار قريش. يعني إيه كمية المطر؟ ينزل المطر عند المؤمنين إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. إيه ليه بيقول لنا يعني يفرق في أي مكان؟ تنزل المطر هنا
عند المؤمنين خفيفة، فالأرض تثبت، فلما يمشوا عليها برجليهم تتزودهم سرعة وخفاف، وتنزل عند الكافرين غزيرة فالأرض توحل، فيبقى الأرض عاملة طينة ووحلة، فلما يتحركوا بالجمال تبقى الأرض تقيل عليهم. العزيز يخلنا، العزيز العزيز. شايف الجنود؟ لا، لسه في جندي خامس. ايه هو الجندي الخامس؟ الملائكة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. شوف الإمداد، ايه الإمداد؟ ايه؟ أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. يا وشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الله أكبر، أرى جبريل آخذ بعنان فرسه معه ألف من الملائكة يقودهم، مش كده؟ أحد الصحابة بيقول هممت أن أقطع رقبة رجل من الكفار فإذا بها طارت قبل أن أصل إليه. واحد من الملائكة خلص الموضوع. العزيز. ها، مين عنده الجنود دي؟ حد يملك جنود السماوات والأرض إلا هو؟ يا عبد العزيز، يا خسارة، يا خسارة يا أمة العزيز، ما عرفتيش العزيز، يا خسارة، ما بصتيش على السماوات والأرض، ما عرفتيش إزاي أنت عايشة على الأرض دي، وإزاي الأرض دي لو قربت سنة من الشمس نتحرق ونموت، ولو بعدت سنة نتوه في الفضاء الواسع. ذلك تقدير العزيز العليم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. شفتوا جنود بدر؟ ولذلك بص التعقيب الأخير، ما انت برضو ما انت لازم تاخد بالك، يعني ايه التعقيب الأخير في سورة الأنفال؟ آخر سورة الأنفال، وربنا بعد ما قال لنا هذه الكلمات، بص التعقيب الأخير ايه؟ الآية تقول لك ايه؟ وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله، إن الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر إلا من عند الله، كل اللي حصل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب شفتوا الجنود دول فاكرينهم؟ المطر والنوم والرؤية. طب خندق، المثل الثاني، جنود تانيين خالص، تانيين خالص، جنود السماوات والأرض، كل الجنود، كل الجنود بتاعة العزيز سبحانه وتعالى. ايه الجنود في غزوة الخندق؟ غزوة الخندق 10,000 بيحوطوا بالمدينة، اجاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، من فوقكم جاؤوكم من الشمال، ومن أسفل منكم بنو قريظة، اليهود بنو خانوا العهد وحيدخلوهم من الجنوب، اجاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزال نفسي ومعنوي، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ده احنا هنتهزم شر هزيمة. العزيز، استكملت العدة؟ خفينا الخندق، عملت اللي عليكم، والله ما عندناش حاجة تانية تعملها. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم 7 أيام دعاء يستغيث التعزيز يا رب، الإمدادات يا رب. بيقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم مجري السحاب، اللهم ها، اللهم مجري السحاب سريع الحساب، اهزمهم وانصرنا عليهم، يدعو ويدعو ويدعو، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا الأمة المسكينة، ويدعي النبي ويدعي العزيز. ايه الجنود المرة دي؟ ولله جنود السماوات والارض. جنديين عجاب قوي، البرد، برد قوي، الدنيا برد، مش هيستحملوا يقعدوا هيمشوا، برد، برد باهون الاسباب يعزك، باهون حاجة، بس انت خليك راجل، بس انت خليك راجل، وشوف العزيز هيعمل معك ايه. هل انت عبد العزيز؟ برد، وريح، هوا، شوية هوا. شوف الآية تقول إيه؟ المرة اللي فاتت كان كذا وكذا وكذا. الآية، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. جنود، شوف كلمة جنود جاية معاك إزاي؟ وشوف التعقيب النهائي للآية. فاكر هناك في بدر في الأنفال علق التعقيب النهائي إيه؟ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. بص هنا، ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. كل نصر يختم بالعزيز. شفت المرة دي كان ايه؟ برد وايه؟ برد وريح. جت الريح، بيقولك كانت الريح في الخندق تاخد الحجر من الصحراء تخبط به خيام قريش
وبعدين تيجي ريح تيجي على الإبرة اللي فيها الأكل بتاعتهم تقوم قلبها، دي ريح موجهة، دي ريح. وبعدين تيجي على الأوتاد بتاعت الخيم وتقوم منزلة الرمل تحت الأوتاد عشان الوتد ما يبقاش في حاجة ماسكاه في الخيمة، تقوم وقع. إيه ده؟ مين اللي يحرك الكون؟ يا أمة محمد، يا أمة العزيز، يا عبد العزيز، مالنا يا إخوانا؟ فين الثقة في العزيز؟ أين ثقتك؟ كيف لم تعبد الله من قبل باسمه العزيز؟ العزيز له جنود السماوات والأرض، ازاي ما يبقاش روحك كده؟ طيب التالتة؟ التالتة ايه؟ الغار؟ يوم غار ثور. ايه طب هناك؟ هناك مطر وهنا برد وريح وملايكة، طب في الغار ايه؟ جنود غريبة قوي، عجيبة قوي، ايه؟ رموش عينيهم. مش هيوطوا رموش عينيهم تحت. يا رسول الله سيدنا ابو بكر لو نظر احدهم اسفل قدميه لرانا. يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ العزيز ماذا سيفعل العزيز؟ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود. شوفوا كلمه جنود ماشيه معانا ازاي؟ وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى لأنه غالب لا يغلب، وكلمة الله هي العليا لأنه غالب لا يغلب. ها والله عزيز حكيم. كل نصر لازم آياته. ممكن بقى يا جماعة لو رجعت النهاردة راجع آيات العزيز في القرآن. مش احنا قلنا عايز تعرف ربنا هنقرأ القرآن، هنختم القرآن السنة دي ختمة بنية معرفة الله عز وجل. راجع آيات العزيز في القرآن هتلاقيه وراها كلها نصر وعزة وقوة وغلبة. الله، ايه رأيك بقى؟ شفت البدر؟ وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. شفت حركة الشمس؟ ذلك تقدير العزيز الحكيم. شفت قول ابراهيم واعلم ان الله عزيز حكيم. شفت الخندق؟ ايه ده؟ ايه ده كله؟ جنود السماوات والارض. طب انت عايز مننا ايه؟ احنا خلاص خلصنا النص الاولاني. انت عايز مننا ايه؟ انصر الاسلام، كن عبد العزيز، عيش الإسلام. عيب يا أخونا، عيب تقول وأنا مالي، عيب تقول ما أنا مش عارف أعمل إيه. حط إيدك على خدك بس خلي بالك هتقف بين إيدين العزيز يوم القيامة ويقول لك أنت ما قريتش القرآن، أنت ما عرفتش إن أنا العزيز، ما عملتش حاجة ليه، ما قدمتش حاجة ليه. دي مش دعوة للعنف ولا التهور يا أخونا، ده احنا قلنا عزيز حكيم وعزيز رحيم. اوعى تفهم كلامي دي انا دعوة للعنف ابدا. عزيز حكيم بحكمة، عزيز رحيم برحمة لبلادنا. عملت ايه؟ عملت ايه يا عبد العزيز؟ عملت ايه يا امة العزيز للاسلام؟ شفتي ربنا اعزهم ازاي في بدر في الخندق؟ عايز مني ايه؟ بتقولي الكلام ده ليه؟ عد العدة، اتعلم. العلم والقوة أين عليهم العزة؟ قوي عزيز، عزيز عليم. تعلم، مد نفسك بالعلم، مد أمتك بعلم وبمعرفة. خطط إزاي تقدم للأمة شيء مفيد. أنت ما شفت السنة اللي فاتت على خطى الحبيب كلها كان بتتكلم في المعنى ده. إحنا جايين السنة دي نقول لك هو عزيز مش هيسيبك. انظر كيف انتقم من أي حد تحداه، إزاي ما تثقش؟ شفت فرعون كيف فعل بيه؟ اخوانا ازاي ما يبقاش عندك ثقة في العزيز مهما تجبر عليك غيرك؟ ازاي ما يبقاش عندك ثقة مهما كنت ضعيف؟ فرعون قال ايه؟ قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوق رأسه، مش كده؟ مش قال هذه الأنهار تجري من تحتي فأجرى الله البحر من فوق رأسه العزيز؟ مش دي آية من آيات العزيز؟ أهلك بما تحدى به، صح؟ مش قال أنا ربكم الأعلى؟ قال إيه وهو بيموت؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ده فرعون. لكن بص ليوسف لما اتصل بالعزيز، بص ليوسف دخل قصر العزيز، عزيز مصر، دخل القصر عبد، وخرج من القصر أول مرة على السجن، ورجع القصر لأنه اتصل بالعزيز، رجع لنفس القصر بعد سنين عزيز مصر، صح ولا لأ؟ مش طلع من القصر على السجن ورجع للقصر إيه؟ عزيز مصر، عشان كان مع ربنا، عشان وصى، عشان دعا في السجن يا صاحبي السجن، عشان قام بدوره تجاه دينه، فرجع عزيز. العزيز العزيز العزيز.
مباح للفصل، بس لما هنرجع من الفصل هنقول المعنى الرابع اللي انا ما قلتوش لغايه دلوقتي. بس قبل ما نمشي، توعدني تعمل حاجه لدينك، توعدني تعمل حاجه للاسلام، تعمل حاجه لبلدك. لازم يا عبد العزيز، لازم. ده العزيز، مهما قلت مفيش فايده وحالنا ضايع ومفيش امل، هو العزيز. جنود السماوات والارض في ايد العزيز. اعرف العزيز وحس يا اخي. تعالوا نكمل بعد الفصل. الغالب الذي لا يغلب، العزيز الذي يعززك ويقويك ويمدك. فاكرين الامثله؟ شمس الكون، النجوم، بدر، الخندق، الغار، ابراهيم، كل الامثله اللي قلناها دي عشان نقول لك انت كنت عارف معرفه لسان، وان الاوان انها تبقى معرفه احسان. كنت عارف العزيز بلسانك، معرفه لسان، وان الاوان انها تبقى معرفه احسان، ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. دي معرفه الاحسان. كنت تعرف ربنا معرفه كلام، ونريد لك الان ان تعرف الله معرفه وجدان. بلاش معرفه اللسان بس، خليها معرفه احسان. بلاش معرفه الكلام، خليها معرفه وجدان. خلي ده احساسك بالعزيز سبحانه وتعالى، يملأ قلبك الاحساس دي، تمشي مرفوع عزيز. طيب، واتفقنا على حاجه في النص الاولاني انا خايف تنساها، هتعمل حاجه للامه، لازم هتعمل حاجه. طيب تعالوا نتنقل على المعنى الرابع. ايه المعنى الرابع للعزيز؟ المعنى الرابع للعزيز، انا عمال اسالك من اول الحلقه، هل انت عبد العزيز؟ اهو المعنى الرابع ده شديد الصله بالنقطه دي. العزيز يعني ايه المعنى الرابع؟ العزيز الذي يأبى الذل لعباده. خلي بالك، العزيز الذي لا ند له، الغالب الذي لا يغلب، الذي يعززك ويقويك. الرابع يعززك ويقويك ليه؟ العزيز الذي لا يرضى الذل لعباده، لأنهم عبيد العزيز، لأنهم خلقة العزيز، لأن الكائنات الأخرى خلقها على أربع رجلين، ودول اللي فرد لهم رأسهم ورفع لهم رقبتهم، لأن دول اللي ما بيقولوا سمع الله لمن حمده، فبيقولوا ربنا ولك الحمد. كل الحركات في صلاتهم بيقولوا الله أكبر إلا ديا، لأن عدلة الجسم عايزة حمد للعزيز. ربنا ولك الحمد إنك عدلتني. العزيز الذي يأبى الذل لعباده. العزيز اللي أول كلمة في دينه لا إله إلا الله، ما بذلش نفسي لغير الله، لا بعبد غيره، ولا بطاطي لغيره، ولا بخضع لخيره، ولا بذل نفسي لغيره، لأنه لا إله إلا الله، لا ذل إلا لله، لا عبودية إلا لله. العزيز يا أخوانا، العزيز الذي يأبى الذل لعباده، ما يرضاش يشوفك مطاطي أبدا. أديك مثل ولله المثل الأعلى. أب زارك فجأة في بيتك بعد ما اتجوزت، فلقاك مطاطي لمراتك، ضعيف قدامها، تديك الشخطة، تبص في الأرض مذلول، إحساسك إيه قدام أبوه؟ تبقى عايز الارض تتشق وتبلعك، يا ريته ما شافني كده. طب ما انت عايش في الذل بقالك سنين، بس ما يشوفنيش كده ابدا. لا 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 لا، دي موجعه، موجعه، ما يشوفنيش مذلول. تخيل ابوك زارك مره في الشغل، فلقى المدير بيمرمطك وانت موطي راسك رغم انك مش غلطان في حاجه، لقاك مذلول، تسقط من عين ابوك، يقول لك اخص، هي دي تربيتي ليك؟ انا عمري ما ربيتك كده. اب دخل على ابنه في الشغل، لابوه زور، قال له يا ابويا اصل انا عبد المأمور. ولله المثل الاعلى. فهمت يا اخوانا؟ اذا كان ابوك انت ما ترضاش يشوفك كده، اطلب ان يطلع عليك العزيز، العزيز، العزيز اللي قلنا عليه كل اللي فات دون، وانت مطاطي وانت مذلول،
لأي بني آدم؟ هتقول له إيه يوم القيامة؟ هتنام إزاي على السرير كنت عبد العزيز؟ هتعرف تنام؟ مش بقولك يا جماعة حلقة النهاردة السؤال بتاع الحلقة ممكن ما يخليكش تعرف تنام الليلة دي؟ هل أنا عبد العزيز؟ لو أنا عبد العزيز إزاي عشت كده؟ الموظفين اللي بيعملوا أخطاء وراضيين بيها ويقول لك أصل أنا عبد المأمور، أنت مش عبد المأمور، أنت عبد العزيز. الإنسان اللي قابل إنه يعمل حاجات غلط في شغله وساكت يقول لك عشان لقمة العيش. ضابط شرطة اللي ممكن يأذي حد ويقول لك ما أنا شغلي كده. المدرس اللي بيظلم تلميذه ويقول لك أعمل إيه ما هو الناظر اللي طلب مني كده. الستات اللي مذلولة وتقول أعمل إيه ما أصلنا دي عشتي ودي حياتي مع جوزي وماليش مورد رزق تاني خليني عايشة كده. اللي شايف الأمة مهانة وبيعملش أي حاجة مفيدة ويقول أعمل إيه ما أنا وضعي كده. كل بني آدم ساكت على الذل. هل أنت عبد العزيز؟ كل بني آدم فينا قابل إن هو يذل. الشباب اللي في الغرب اللي راح يتجوز واحدة أجنبية مش عشان بيحبها، عشان ياخد باسبور وهي عارفه كده فبتذل وبتهين وهو ساكت. هل انت عبد العزيز؟ هل الباسبور هيعزك ولا العزيز اللي هيعزك؟ مش كده يا اخوانا؟ دي امثله. البنت اللي اتجوزت عرفي وشاب ماسك عليها زله وعمال يذلها بصور ولا بجوابات وسكتة وعمالة تدي المزيد والمزيد والمزيد لأنها شايفة إن هي مش عارفة تخرج من اللي هي فيه وتزلت وتزلت. اللي مذلول لشهوته ذليل ولا عزيز؟ ما لا إله إلا الله معناها إيه؟ أنا حر من كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. أنا ما فيش شهوة. تعس عبد الدرهم، سماه عبد للدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس. مذلول، انتكس يعني هيتذل. انت عبد لشهوتك، اللي عبد لمعصيه من المعاصي، اللي عبد لشهوه من الشهوات، العبد لشهوه النساء، العبد لشهوه كذا، لشهوه المال، العبد لشهوه المنصب، اللي بينافق رئيسه ايا كان في مستوى من المستويات بلادنا علشان يتصور ان هم هيعزوه. ذليل وهو بينافق، ذليل في قمه الذل. ها يا اخوانا، هل انت عبد العزيز؟ خلي بالك، هو يوم ما خلقك خلقك عزيز. هو حط في فطرتك انك عزيز. هو لما قال لك لا اله الا الله علشان تبقى عزيز، صح ولا لا؟ العزيز اللي اقسم بعزته في القران سبحان ربك رب العزه عما يصفون. العزيز اللي في كثير من احاديثه النبويه في احاديثه القدسيه وعزتي وجلالي، صح ولا لا يا اخوانا؟ خلي بالك، اقول لك ايه توجعك قوي. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، كنتم مذلولين ليه؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هو العزيز مش ملك الأرض كلها؟ تخيل، ظالمي أنفسهم. ظالم لنفسه ليه؟ معرفش العزيز. اخس، تبقى عبد العزيز وتبقى ذليل كده؟ تبقى عبد العزيز ومطاطي كده؟ اقول لك ايه بقى تفرحك قوي، معلش انا قلت لك كلمتين يوجعوك. بص الايه دي، اكتبها دلوقتي الله يخليك واحفظها وعيش بيها. ايه جميله، ومش عارف انت فكرت فيها قبل كده ولا لا. من كان يريد العزه فلله العزه جميعا. وروح على كده واعتبر البرنامج خلص وعيش بالايه دي وشوف هيحصل لك ايه. اللي بيدور على العزه في الكون دي مش هيلاقيها غير عند ربنا. تثق في الايه دي؟ حد مش مصدق؟ اللي عايز العزة، سورة فاطر، اللي عايز العزة في الكون. بص يا اخوانا، زي ما الشمس مصدر الطاقة للأرض، زي ما نهر النيل مصدر المية لمصر، زي ما النيل والفرات رم مصدر المية للعراق، زي دول بالظبط مصدر العزة في الكون ربنا. احفظها والله العظيم، والله الذي لا إله إلا هو. إن بحثت عن العزة بغير طريق الله، في إفساد في الأرض، في أي طريق آخر، في معصية ربنا، إذا بحثت عن العزة بأن أنت منافق وتروح تنافق، إذا بحثت عن العزة في أن أنت تتذل لبني آدم، أيبتغون عندهم العزة؟ الآية بتقولك كده، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. مفيش عزة في الكون، ما تدورش على العزة عند حد تاني.
العزة عنده وحده، دي آية عظيمة في القرآن، العزة من العزيز مالك الملك رب البيت اللي جاي الملايين دول يتذللون إليه لأنه العزيز اللي جينا لهنا المكة بالملايين عشان نتذلل إليه لأنه العزيز، لأن إحنا عندنا مليون حاجة محدش هيعزنا فيها اللي هو. اوعى تذل نفسك يا بني آدم يا عبد العزيز يا أمة العزيز، اوعى تقبل الذل أبدا وأنت عبده. مصدر العزة في الكون ربنا العزيز سبحان الله، الاسم ده جميل، الله يعزك، دي أحلى دعوة تتقال لك. ربنا يعز الأمة، دي أجمل دعوة تتقال للأمة في حالتنا اللي احنا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. أضرب لك مثل، أصلا أنا عارف أنت بتقول إيه دلوقتي، أنا عارف إن في ناس دلوقتي بتقول لي لا يا عم أنا مش مصدق الكلام ده، طب ما هو فلان دون مشي في غير طريق ربنا، عن طريق فساد وأكل حرام ومال حرام ونفاق والناس كلها بتحترمه وفي منتهى العزة والقوة والمنعة والغنى والاحترام والتقدير في منتهى العزة. ايه اللي انت بتقوله؟ مين قال ان سكة العزة الوحيدة هي ارضاء ربنا؟ ما في ناس تانية. ابدا والله، والله غلط، مذلول وانت مش عارف. يمكن مذلول في بيته يا اخي، يمكن مذلول من ولاده. مين قال انه هو بس انت مش شايف لانها فتنة، لانها فتنه، لكن هو من جوه مذلول. طب اديك مثل يحسن بقى الموضوع، تعرف ان مفيش مصدر للعزه الا الله، وان اي حد هيبعث عن غير العزه عن غير طريق الله مذلول. عزيز مصر في سوره يوسف، العزيز ومراه العزيز، عارفين القصه. هم ليه مسمينه العزيز بالمناسبه؟ مسمينه العزيز لان كان في وقتهم اللي يتقلد منصب كله رفعه وكله شان يسمى، فهو كان وزير الاقتصاد فاسمه الايه؟ العزيز. والقرآن ساب الكلمة تذكر كده، ما قالش ده مش عزيز، عشان انت تفكر وتشوف هو عزيز ولا مش عزيز. فأنا عايز اقول لك ايه؟ يعني بمقاييس الدنيا عزيز، وبمقاييس الناس عزيز، وباللقب اللي واخده عزيز، والقرآن بيقول لك ماشي. طب هو اسمه العزيز، طب ممكن اسألكوا سؤال؟ هو كان عزيز ولا مش عزيز؟ والله ذليل. ليه؟ خلي بالكوا يا جماعة، الرجل ده مراته عايزه تخون. انت لما تقرا سيره يوسف كويس، ما تقرا القصه كويس، الرجل مراته عايزه تخونه وبتصرح بكده، ولقد راودته عن نفسه، مش كده؟ ودي اكتر من كده، ده بمنتهى البجاحه، ولئن لم يفعل ما امره، تقصد استغفر الله العظيم الزنا. ده ايه؟ عزيز ولا ذليل؟ مع ان اسمه الايه؟ العزيز. خلي بالك، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. العزيز مش اسمه العزيز، لكن مش عزيز. ويروح لسيدنا يوسف يقول له إيه؟ يوسف أعرض عن هذا، من فضلك ما تجيبش سيرة لحد، عشان خايف على مكانه، بيدور على العزة في مكانه، خايف على منصبه، فبقى ايه؟ فبقى ذليل. طب امرأة العزيز عزيزة ولا ذليلة؟ جمال وحفلات وتدعو النساء وتعد لهن الحفلات ها، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. هي ذليلة، انت الملكة وهو العبد وهو اقوى منك، ذليلة ولا عزيزة؟ وبعدين خلي بالك، إذا فهمت الكلام دون، خلي بالك ما تتغرش قوي لو شفت ناس ماشية في غير طريق ربنا وفرحانين. يا سيدي ماشي، بلاش قصة مش مذلولين، بس مين قالك نهايتهم هتبقى إيه؟ والله يا أخوانا، أحيانا ذل ساعة يبقى أصعب من فرحة 20 سنة. ذل ساعة، آخر ملوك المسلمين في الأندلس وهو طالع من الأندلس قعد يعيط، أمه اسمها عائشة بصت له قالت له ابكي ابكي بكاء النساء ملكا لم تحفظه حفظ الرجال. حاول تتخيلوا كده اللحظة دي قد إيه في 20 سنة عز. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا.
مفيش مصدر للعزة في الكون غير من عند الله سبحانه وتعالى. اسمع الآية: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يكفي اوعى تذل نفسك يا اخونا، يا اخونا اوعى تعيش مذلول يا ستات يا رجالة يا شباب يا موظفين يا كل بني آدم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، الآية دي تكفيك. يعني ايه تكفيك؟ معنى ان انت رفضت العزة انت طلعت بره المؤمنين، وطلعت بره، انت فاهم، انت طلعت بره معية الله، وطلعت بره معية الرسول. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ايه اللي يطلعك بره دول؟ ايه اللي يبعدك عن التلاتة دول؟ يوم ما زلت نفسك انت طلعت بره التلاتة، مسلم وكل حاجة، بس انت مش في معيتهم، مش معاهم، انت معرفتش العزيز، انت بعيد، انت بعيد. عيط بقى في الصلاة زي ما انت عايز، وابكي، انت ما تعرفش العزيز. هو العزيز عايزك ذليل بين ايديه، عزيز في وسط الناس، مش عايزك ذليل بين ايديه وذليل وسط الناس. انت مش فاهم، الذل ليه وحده والعز في الكون برحمة وحكمة، حكيم رحيم. صح يا اخوانا؟ فهمت العزيز؟ في حسيت باسم العزيز؟ هتعيش بيه؟ هتنام النهارده وانت بتسأل نفسك: هل انا عبد العزيز مع الاسلام؟ هل انا عبد العزيز مع الناس في حياتي؟ حد زملني؟ حد كسر عيني؟ هل بتسول لحد واحتال عليه عشان يديني قرشين؟ هل انا مظلوم لبني ادم؟ هل بقعد انافق حد عشان يعطيني؟ هل بدور على العزه في غير طريق ربنا؟ يا اخي اسال نفسك انت عبد العزيز ولا لا، عشان تعرف وتنام وتعرف اولك من اخرك، وتقول انا 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 بعيد عن العزيز. ولله العزه ولرسوله والمؤمنين. اخوانا احنا اللي فيه الامه دي، انا اظن ان اول سبب هو ضياع الصفه دي او قله الصفه دي فينا. انا اسف ان انا اقول كده، احنا تاريخنا كله عزه، تاريخ كله عزه، احنا قراننا يحكي لنا على العزه. اقرا القران يا اخوانا، اقرا القران، اقرا قصه يوسف برؤيه، بص على قصه يوسف يا جماعه. بني اسرائيل ما كانوش كفره، كانوا مسلمين. خلي بالكم، ربنا بعت الانبياء، كل الانبياء غير سيدنا موسى، علشان قومهم يقولوا لا اله الا الله، مش كده؟ سيدنا موسى رايح لناس مسلمين عشان يربيهم بالتوراه، عشان يصلحهم، علشان هم كان حصل لهم ايه؟ عشان كانوا اذلوا. وسيدنا موسى رايح عشان يربيهم ويصلحهم، واول حاجه اخرجهم من الذل من فرعون. حد قرا قصه موسى كده؟ سيدنا موسى رايح لفرعون يقول له ايه؟ ان ارسل معي بني اسرائيل، مش كده؟ فاتيا فرعون انت وهارون فقولا له، فاتياه فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل، لانهم مقهورين بني اسرائيل. فقصه موسى قصه تعزيز شعب مقهور مذلول. ولذلك القصة جت في القرآن كتير قوي. ليه أكتر قصة جت في القرآن؟ لأن الصفة دي لو اتخذ من البني أدمين وبقوا أذلة ما ينفعوش، مفيش إصلاح ولا نهضة. عشان كده قصة موسى جت كتير قوي، لأن قصة موسى إعادة ناس من الذل إلى العز. وكل القصة قايمة على كده، عشان يطلعهم من الذل عشان يصلحهم. ولذلك شوف بقية القصة ايه؟ لما جيت اطلعهم من مصر، للأسف طول مدتهم كانت أفسدتهم، الذل كان بوظهم. فربنا قال له، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. يعني ايه؟ ما عادوش ينفعوا. استنى 40 سنة عشان تربي جيل جديد على العزة من أول وجديد. دي الصفة الأساسية، دي صفة البداية. يقول العلماء ان احد اسباب اختيار الله تبارك وتعالى للجزيرة العربية لنهب الرسالة ان اهلها كانوا اعزاء. يقول النبي: يا عائشة، اتعرفين لماذا رفع قومك باب الكعبة عن الارض؟ تعززا الا يدخلها الا من ارادوا. ايه يا اخوانا؟ دي قصة موسى. فيصبر عليهم 40 سنة دول ما ينفعوش، اشربوا الظل، الظل بقى شاربهم، باظوا، فلازم جيل جديد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة بعد 13 سنة ويقول لازم تهاجر. طب ما أنا مسلم أقعد في مكة، لازم تهاجر، لأن الإيذاء كان شديد. لو فضلت في مكة هيحصل لك إيه؟ هتبوظ، معدنك هيبوظ، الذل هيبوظك، الهجرة.
ايه ده؟ ده المعنى في قصة موسى. فهمتوا يا اخوانا؟ احنا تاريخنا يا جماعة التفاحة لما بتقعد على الشجرة بعد شوية لو ما تقطفتش في وقتها بتعطب، ولو عطبت تترمي، ولازم تستنى ثمرة جديدة تطلع تقطفها في أوانها. عطب الأمة الذل، عطب الأمة الذل. خليني أكمل وأقول لكم تاريخنا كله عزة. إحنا بنحب عمر بن الخطاب ليه؟ عشان رمز العزة، ونحكي لأولادنا ونسمي أولادنا عليه. بنحبك يا عمر بن الخطاب، أصل إحنا جوانا نفسنا نحس بكلمة العزة، نفسنا ندوقها، وإنت بتدوقها لنا يا عمر بن الخطاب. يقول ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. أبو بكر الصديق يوم حروب الردة: أينقص الدين وأنا حي. شوف شوف، تحس وحش عظيم. أينقص الدين وأنا حي، باب أنا عايش يا مسلمين، يا فين العزة؟ أينقص الدين وأنا حي. في تاريخنا امرأة رغم انها ضعيفة لكن عزيزة، مين؟ اسماء بنت ابي بكر، وهي شابة صغيرة يجي لها ابو سفيان ابو جهل ويقول لها: ابوك فين يوم غار ثور؟ ما تردش عليه، يضربها بالقلم ما تنطقش ولا كلمة، ده وهي شابة. لكن وهي عجوزة ابنها عبد الله بن الزبير الحجاج يقتله، فابنها خايف يطلع يقول لها: يا امي اخاف ان يمثلوا بجسدي. فترد عليه بمنتهى العزة وتقول له: وما يضر الشاه سلخها بعد ذبحها. هي يفرق مع الشاه بعد ما تتذبح انها تتسلخ ولا يفرق معاها؟ خليك راجل. ما قالتش: يا ابني يا حبيبي خليك جنبي. وبعد ما يقتل يجي لها الحجاج ويقول لها: ارايت كيف فعلت بابنك؟ فتقول له: نعم، اراك افسدت عليه دنياه وافسد عليك اخرتك. عزيزه وانت شابه، عزيزه وانت عجوزه، اصل انت بنت ابو بكر العزيز. تاريخنا فيه حاكم عزيز زي المعتصم يقف ويقول لما امرأة تصرخ ومعتصماه، يرد المعتصم ويبعت لملك الروم يقول له: أرسل إلي المرأة معززة مكرمة، عشان مرأة ضربت ألم ألم. أرسل إلي المرأة معززة مكرمة، وإلا أرسلت لك جيشا أوله عندك وآخره عندي. فيرسل المرأة معززة مكرمة حاكم عزيز. تاريخنا فيه عالم عزيز زي العز بن عبد السلام يقف قدام والي القاهرة ويقول له: أيها الأمير اتقي الله وعد الفرعية. فيقول له: نعم يا عز نفعل. فبنته تقول له: يا أبتي أنا هبته ما خفتش منه. قال: يا بنيتي تذكرت عزة الله وهيبة الله، فصغر في عيني فإذا هو كالقط بين عيني. العزة يا اخوانا، العزة خليك عزيز. تاريخنا فيه واحد عزيز غير مسلم، القبطي المسيحي اللي سبق ابن عمرو بن العاص. فسبق ابن عمرو بن العاص، ابن عمرو بن العاص ضربه بالصوت وقال له: أنا ابن الأكرمين. الشاب العزيز الغير مسلم طلع من مصر لغاية المدينة عشان يشتكي، عشان صوت واحد اتضربه. فسيدنا عمر بن الخطاب ينادي عمرو بن العاص ويقول للقبطي: اضرب ابن الأكرمين، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. العزيز يا اخوانا العزيز، انت عبد مين؟ انت عبد العزيز. أرجوك بقى، أرجوك حس بهذه العزة. ما المطلوب مننا؟ كيف نحيا باسم العزيز؟ اوعى تفهم ان هذا الكلام دعوة لتهور او دعوة لعنف، معاذ الله، حكمة ورحمة. المطلوب، مطلوب رقم واحد: لا تقبل الذل ابدا. طب اعمل ايه؟ المطلوب مني خطط ازاي تخرج من الظلم بعقل وبحكمة وبرحمة. امرأة مذلولة لجوزها، طب وبعدين؟ طب اعمل ايه ما انا مذلولة؟ طب ما تخططي ازاي تخرجي من الظلم. يعني ايه اخطط ازاي اخرج من الظلم؟ ما تتعلمي حاجه، ما تدوري على شغل، ما تتعلمي حاجه تطلعيها من بيتك، ما تطرقي الابواب. هيسيبك العزيز جنود السماوات والارض، بس خدي خطوه. فهمتوا؟ لو قعدت 20 سنه تخطط انك تخرج من الذل للعز فانت عبد العزيز، وان مت على الذل. سميه ماتت يا اخوانا، ابو جهل قتل سميه، لكن مين العزيز ومين الذليل؟ مين اللي انتصر، سمية ولا ابو جهل؟ هو ما قدرش يجبرها على فكرته، لدرجة ان من قوة فكرتها قتلها، هي الاقوى. وابو جهل مات مذلول بعديها، ما هو هما الاتنين ماتوا في الاخر. لكن دي ماتت ازاي؟ ماتت مرفوعة الراس. وده مات ازاي؟ عبد الله بن مسعود حطت رجله على رقبته وقتله. مين العزيز ومين الذليل؟ مين العزيز، صحرة فرعون ولا فرعون؟ هو مات وهم ماتوا، لكن هم ماتوا مصرين على فكرتهم، وهو بيموت غير رأيه، قال أمنت أن له لا إله إلا الذي. مين اللي انتصر؟ مين الأقوى؟ مين العزيز ومين الذليل؟ واحد: لا تقبل الذل أبدا.
أبدا أبدا. يقول النبي من تضعضع لغني، شوف كلمة تضعضع دي، اتفرط كده، اتفرط نفسه، زل نفسه. من تضعضع لغني لغناه فقد ذهب بثلث دينه. اطلبوا الحاجات بعزة أنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. نزلول الأمة نزلولة، اوعى تعمل عنف. ما اعمل ايه؟ خطط ازاي الأمة تتحسن، ازاي ازاي اعمل الخير، ازاي اصلح في الأمة، ازاي 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 الحسيس. فهمت المعنى الأولاني؟ طول ما انت تمسك بالحق وابذل جهدك واستفرغ طاقتك وروح للعزيز، تذلل للعزيز، ده المعنى الأولاني. النقطة التانية، ها ايه دوري؟ كيف احيا بالعزيز؟ عزز الناس، فعززنا بثالث، عزز الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اذل عنده مؤمن، احفظ الحديث ده، من اذل عنده مؤمن وهو قادر ان يعزه ولم يفعل اذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. لو شفت ارملة، لو شفت ساعي، لو شفت انسان ضعيف اذل امامك وتقدر تعمل حاجة وما عملتش اذل، بس بحكمة وبرحمة. هفضل اقول الكلمه دي طول الحلقه، بحكمه وبرحمه. عشان كده شفته جاء مع الحكيم ومع الرحيم. اوعى تقبل الذل. اعمل ايه؟ خطط للخروج من الذل، دور على شغلانه تانية. طب بس ما اقدرش اسيب دلوقتي، ماشي ما تسيبش دلوقتي، بس اشهد ربنا انا عبد العزيز، اشهد يا رب انا بخطط للخروج من الذل، ومت وانا بخطط للخروج من الذل وكنت لسه في الذل، اعمل ايه يا رب؟ انت عبد العزيز يرضى عنك العزيز. اتنين، عزز الناس. اذا كنت بقول لك عزز الناس واللي ما يعززش الناس أدله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فما بالك باللي ما يعززش الإسلام؟ يحصل له إيه؟ اعمل حاجة يا أخي، شوف خير تعمله، شوف ملجأ أيتام، شوف ناس تعلمها دينها، اعمل أي حاجة، قول يا عزيز خليني عايز. يأتي الإسلام يوم القيامة، الحسن البصري بيقول الكلمة دي، يتخيل يأتي الإسلام يوم القيامة ينظر في وجوه المسلمين يقول يا رب هذا أعزني، يا رب هذا أذلني، هذا تركني، يا رب هذا نصرني، يا رب هذا لم ينصرني، يا رب. حتى يصل إلى عمر بن الخطاب فيمسك بيدي، ده الحسن البصري يتخيل، حتى يصل إلى عمر بن الخطاب فيمسك بيدي عمر ويقول يا رب ما زلت غريبا حتى أسلم هذا الرجل. النقطة الثانية عزز الناس، النقطة الثالثة والأخيرة تذلل للعزيز، روح له بذلك يمدك بعزه، روح له قول له أنا غلبان قوي، عيط. سيدنا الحسن بيقول بطوف بالكعبة لقيت راجل بيطوف بيقول يا رب جلبابي بسيط كما ترى، وابنتي ضعيفة كما ترى، وامرأتي فقيرة كما ترى، يا من يرى الذي بنا ولا يرى. فقال له الحسن امسك يا رجل، اداله فلوس. فقال ما هذا يا امام؟ لا لا لا، ده انا غني قوي، ده انا من بلد كذا وعندي ضيعه كذا. قال فلما تقول هذا؟ قال يا امام يحب الله من يذهب اليه بالتذلل. ربنا يحب اللي يروح له كده. احلى عباده في الطواف يا اخوانا عباده الذل، يا رب انا غلبان، تذلل وانت بتطوف كده يا رب، تذللوا للعزيز يا اخوانا. يبقى ثلاث حاجات مطلوبة منك، واحد لا تقبل الذل أبدا، خطط للخروج من الذل بحكمة وبرحمة، اثنين عزز الناس، عزز الإسلام، ثلاثة هتعمل ايه؟ تذلل للعزيز. يقول النبي رأيت جبريل يوم أسري بي، جبريل العظيم الملك العظيم، رأيته كالحلس البالي من خشية الله. عارف الحلس؟ حتة الصوف أو القماشة أو العباية لما تمزق من كتر ما هو خاضع لربنا ما لقيتش وصفه وصفه له غير كالحلس البالي. تعرف شوف النبي وهو بيقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ده النبي اللي بيدعي يا رب أنا عبدك وابويا عبد عندك وأمي أنا عندك، أنا وابويا وجدادي عبيد عندك يا عزيز، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاؤك. تعرف تتذلل كده؟ يقول احد العلماء طرقت الابواب الى الله فوجدتها ملأة، كل ما اروح لربنا من باب باب الصلاة باب الصوم مليانة ناس كلها رايحة، فطرقت باب التذلل الى الله فلم اجد الا القليل من الناس، فقلت لكم هذا هو الباب، هذا هو الباب. روحوا بذلكم يا اخوانا، تذللوا للعزيز، روحوا له قولوا له من ناش غيرك يا عزيز. انا خلصت الحلقة وخلصت المعنى على كده. أنا عايز أختم بكلمة، كان في فيلسوف روماني قبل ما تسقط روما بعدة سنوات مسك مصباح في وسط النهار والدنيا منورة ماشي بالمصباح يعمل كده، فالناس بيقولوا له أنت بتدور على إيه؟ مسك مصباح في عز النور، فقال كلمة مشهورة، قال أبحث عن رجل عزيز.
بعديها بخمس سنين سقطت روما. يا عبد العزيز كن عبد العزيز. الواجب العملي اليوم روح للعزيز تزلل له وقول له حعمل حاجة، واكتب خطة لو انت مزلول في حاجة. يا عبد العزيز، يا أمة العزيز، كن عبد العزيز، إني داع فأمنه. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العزة، يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عظيم يا غالب فلا غالب لك، يا من تقول والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يا من تقول ولله جنود السماوات والأرض وكان الله قويا عزيزا، يا من تقول من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، يا من تقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يا من تقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يا من تقسم فتقول وعزتي وجلالي، يا عزيز يا عزيز يا عزيز، من للأمة الذليلة إلا أنت يا عزيز يا عزيز، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أمكر لنا ولا تمكر بنا، دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، كن بنا رؤوفا وعلينا عطوفا، نسألك العز في الدنيا والآخرة، نسألك بعزك وذلنا، نسألك بقوتك وضعفنا، نسألك بغناك وفقرنا، أن ترحمنا أن ترحمنا أن ترحمنا، نسألك العز لهذه الأمة يا عزيز، لا يأتي رمضان القادم إلا والإسلام عزيز، يا عزيز لا يأتي رمضان القادم إلا والإسلام عزيز، أعزنا 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 أعزنا، أخرجنا يا ذا الجلال والإكرام إلى كرامة عزتك يا رب، نقسم عليك الليل يا عزيز أن تعتقنا وتعزنا يوم القيامة، اللهم إنا نقسم عليك في هذه الليلة من أمام بيتك الحرام من هذا المكان العظيم، سبحانك يا رب العزة، نسألك ونقسم عليك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، أن تعتقنا وتعزنا يوم القيامة، اعتقنا الليل يا رب، نقسم عليك لكل من يسمعنا الآن يا رب، لكل من يسمعنا الآن، لا تنتهي هذه الحلقة إلا وقد أعتقتنا يا رب يا رب، العتق الليل يا رب، العتق الليل يا رب يا رب، أذلاء فقراء يا رب، ضعفاء ضعفاء يا رب، مساكين مناش غيرك، مناش غيرك يا عزيز، ضعفاء أذلاء بين يديك، اللهم إننا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب يا رب يا رب، ليلة ذل بين يديك يا عزيز، اجعلنا عبيد العزيز يا رب، اجعلنا عبيدك، اجعلنا عبيدك الذين ترضى عنهم، يا ذا الجلال والإكرام، تنادينا يوم القيامة يا عبادي عشتم باسم العزيز، اذهبوا فادخلوا جنتي يا عبيد العزيز، نسألك أن تقول لنا يوم القيامة كنتم عبيد العزيز بحق، اذهبوا فادخلوا جنتي يا رب، اقبلنا اقبلنا
ارفع لنا رؤوسنا واقبلنا ولا تذلنا وارحمنا وسامحنا، نعوذ بك من الذل إلا إليك، نعوذ بك من الذل إلا إليك. يا رب يا رب استجب، يا رب استجب، يا رب استجب. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا، باسمك نحيا دنيا دين، نصير رحمة في العالمين. باسمك